السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير يا كل اللي معانا وكل اللي قاعدين مستنيين يشوف هنقدم ايه النهاردة مع بعض. النهاردة هنعمل أكلة بيتوتية شتوية، يعني أكلة كده بتاعت الشتاء قوي. هنعمل بسلة بشوية تكات بشوية التاتشات بتاعتنا اللي دايما بنحطها على كل الأكل بتاعنا، وخصوصا بسلة شهر 12 وشهر 1 أحلى خضار للشتاء في الشهرين دول. عايزة تخزني خزني اليومين دول، عايزة تستمتعي بالأكل الشتوي والتسكيرة الطبيعية الرباني اللي فيه في شهر 12 وشهر 1 كمان بالذات بعد ما المطرة بتنزل، الخضار في الغيط بيبقى طعم طعامة السنين، أحلى وقت ليه. فالنهاردة هنعمل مع بعض إن شاء الله دقية بسلة باللحمة على كده منهج أمهاتنا بتاعت زمان، لكن حاطين فيها التاتشات بتاعتنا وحاطين فيها تكاتنا، وهنطلع أحلى طعم من البسلة النهاردة إن شاء الله. مش بس كده، هنعمل جنبيها كمان شوية رز. في ناس كانوا معايا من زمان عارفين، وفي ناس هتستغربوا، لكن ده الرز الفلاحي اللي بيتعمل على ايدين امهاتنا في الارياف وبيتقدم جنب الطبيق وبيبقى طعمه عارفين عسل كده، بينقط عسل كده. فهنعمل النهارده شويه بسله وشويه رز من الاخر يستاهلوا بقكم ان شاء الله. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول التحضير وبعدين ندخل على التحضير. عندي بسله الكميه اللي عندك والجزر بتاعها، وعندي لحمة مسلوقة 3/4 سلقة عشان لسه هتكمل سواها مع البسلة، وعصير طماطم وصلصة، قرن فلفل، ملح، فلفل اسود، نص معلقة سكر زي ما احنا متعودين دايما مع الصلصة، وعندنا العشر بهارات او زي ما سميناها مع بعض بهارات هيلة. دي كده المقادير بتاعة البسلة نفسها. نقولها كمان، بسلة وجزر ولحمة مسلوقة 3/4 سلقة، وشوربة اللحمة كمان هنستخدمها، ملح وفلفل اسود، سكر، قرن فلفل، عصير طماطم وصلصة، وايه تاني، وبصلاية مفرومة. دي كده المقادير بتاعة البسلة. في الاخر خالص بحب اعمل لها طشة زي طشة الملوخية كده، بتخليها بقى عسل ملهاش حل. الطشة بتاعتنا عبارة عن سمنة، توم مفروم، كزبرة، وبنطشها في الاخر خالص بعد ما بتستوي البسلة بتاعتنا. بعد كده مقادير الرز، رز ابيض للطبيخ، وهنحط فيه مقدار لبن زي ما عملنا قبل كده في المحشي، محشي الكرنب اللي سوينا نص شوربه ونص نص لبن، ولغايه دلوقتي فاكرينه وبتحلفوا بيه الناس اللي جربوه. الرز بتاعنا النهارده هنستخدم فيه الشوربه بتاعه اللحمه واللبن، هنحط شويه لبن في التسقيه بتاعه الرز، هيديكي طعم وريحه السمنه البلدي بالظبط في الرز. دي كده المقادير بتاعتنا، رز، ملح، لبن، وشوربه، بس مش اكتر من كده. تعالوا بقى دلوقتي يلا بينا بسم الله نشتغل. عندي حله سخنه جدا على النار، هاخد معلقه سمنه كده، معلقه حلوه كده، ولو عندك بقى يعني حته ليا طعامي بيها كمان السمنه دي تبقى حاجه كده لوز العنب. السمنه حطيتها في الحله، وبعدين هروح نازله ببصلايه مفرومه بالشكل ده، تقليبه، ريحه البصله بقى الجميله بقى كده، والبصله بتتشوح بالشكل ده، هروح حاطه عليها رشه ملح، رشه صغيره كده بترطيف صوابعك، تخلي البصله تلون معايا قوام، وفي نفس الوقت تبقى من جوه محتفظه بالعصاره بتاعتها، يعني البصله ما تنشفش معايا كده. وانا بحمرها بقى كده او بشوحها، هروح نازله بقرن فلفل حامي سليم زي ما هو بهذا الشكل. استاذه سوسن صباح الفل. صباح النور. صباح العسل. حبيبتي. الحمد لله، ازيك انت يا قلبي؟ الحمد لله. الله يخليك يا حبيبتي. ايه اخبارك؟ بعمل لكم بسله ورز، شفتي بقى؟ عسل، بص البسله دي. يا جميل، يلا اعمليها بطريقتنا النهارده، هتعجبك جدا يا حبيبتي ان شاء الله. ان شاء الله. باذن الله. تسلم ايدك على كل اللي بتعمليه. ربنا يخليكي وما تحرمش منكم جميعا يا رب. جميل. الله يخليك يا حبيبتي، والنبي عايزه طلب صغير لو سمحتي. قولي لي تحت امرك، تأمريني. انا عايزه بس اعرف كفته الفراخ. كفته الفراخ من عينيا الاثنين، حاضر. من عندي قبل العندي، حاضر حبيبه قلبي.
هنا في الطبيخ البصله مش هنديها لون قوي وتحمر معايا، علشان دايما يقولك ايه، كل ما البصله احمرت فديتني الصلصه غامقه واديتني عصير الطماطم متسبك حلو. الكلام ده مفيش الكلام ده خالص، ده بالعكس، كل ما البصله متشوحه صح لكن مش واخده لون قوي تديكي تسكيره حلوه قوي قوي في الطبيخ معاكي كده بالشكل ده. يا دوبك احس بس ايه ان البياض بتاعها اتطفى، يعني ابتدت تدخل على لون مصفر كده، هيبقى هو ده اللي مطلوب ان شاء الله بالشكل ده. وقرن الفلفل معاها، عسل كده. يا ام محمد اهلا وسهلا، صباح الخير يا شيف هاله. صباح العسل يا لوز العنب. يا لوز العنب يخليكي، صباح العسل عليك يا ام محمد. تسلم ايديكي وعينيكي يا شيف هاله، ربنا يخليكي، ربنا يحسن ما بين ايديكي يا حبيبتي. تعيشي على دعوتك الحلوه دي، ربنا يديك الصحه والعافيه حبيبه قلبي، ما تحرمش منك. امبارح عملت البليله الاحفادي. ايوه تسلم ايديكي. الف هنا وشيفه يا رب ليهم جميعا. احفادي ساره ويحيى بيسلموا عليكي كتير. حبايبي ساره ويحيى بعمل لهم هنا باي باي، يا رب يكونوا شايفيني دلوقتي. شايفينك يا رب يخليهم لك. ربنا يخليهم لك، ربنا يبارك فيكي ويحسن من ما بين ايديكي. الله يكرمك، اشكرك. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا حبيبه قلبي. بصوا كده، مجرد بس ما البصله اهي ما بقاش فيها البياض الناصع بتاعها، لونها كده ابتدى ياخد صفار كده شويه، حروف ابتدت تلون، دي مرحله مناسبه جدا. وقرن الفلفل رايح جاي معاها اهو، بيدي ريحه وطعم في منتهى الجمال. هروح نازله باللحمه اللي صفيتها من الشوربه. اللحمه سلقتها ثلاث ارباع سلقه وشلتها من الشوربه. شوفوا قرن الفلفل ريحته بانت معايا. نشوح بقى كده اللحمه مع البصله وقرن الفلفل. يا شيماء صباح الفل. صباح النور، ازي حضرتك؟ صباح الهنا على عيونك يا قمر، عامله ايه؟ الحمد لله. صباح الفل عليكي يا قمر. صباح الفل، صباح البسله اللي بتضحك. ربنا يخليكي، تسلمي. عامله انت مش حرمانه من حاجه والله. يا ربنا يخليكي، انت مش حرمانه من اي حاجه. وانا تحت امركم والله يا حبيبتي، تامروني امر. ربنا يخليكي، تسلمي. انا عايزاكم بس، عايزه المشاهدين كلهم يدعوا البنت النهارده عشان في الامتحان. يا حبيبه قلبي ربنا يطمنك عليها يا رب باذن الله. يا رب يا رب، ربنا يخليكي. بكره طمنيني عملت ايه، ربنا معاها ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ربنا يخليكي يا شيف هاله. ربنا يخليكي قلبي، تعيشي. ممكن سؤال بقى بعد اذنك؟ اه قولي لي، انا معاكي. ها عايزه طريقه عجينه البيتزا، وهل على طريقه عجينه البيتزا تنفع للحواوشي الاسكندراني ولا لا؟ تنفع، مش هتقول لا، هتنفع وزي الفل. بس استخدمي بديل محسن الخبز اللي احنا عملناه مع بعض، اللي اخترعناه سوا ودخلناه في كل العجائن، هيديكي نتيجه فوق الممتازه ان شاء الله، سواء في البيتزا او في الحواوشي. بصوا يا جماعه كده، نزلت باللحمه شوحتها مع البصله ومع قرن الفلفل. هنا قرن الفلفل شكرا ليه، خلاص وظيفته انتهت، بس اداني الطعم والريحه بتاعته، فخلاص شكرا على كده. اللي بيحب الطبيخ حراق وعايز يسيب قرن الفلفل مفيش مشكله، لكن كده انا خدت اغلى حاجه في قرن الفلفل، الطعم والريحه. وكده بصوا اللحمه اتشوحت مع البصله، شايفين البصله كل ماده بتاخد لون اغمق، انا بقى مش عايزاها تغمق عن كده. هدي البسله تشويحه مع اللحمه والبصل، وطبعا في ناس كتير واخده انها تعمل العكس، بمعنى انها تنزل الطماطم الاول على البصل واللحمه، وبعد ما الطماطم تتسبك بتروح منزله البسله، فطبعا بتاخد وقت جامد جامد على ما تستوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه ما بتستويش كده لونها مخضر، تحس كده ان البسله عندك لونها بقى بهتان، وفي نفس الوقت الحبايه بتاعه البسله قفلت على بعضها كرمشت. تقعدي تقولي البسله بتكرمش ليه؟ وليه بتاخد لون اصفر او لون غامق؟ عشان حركه تسبيك الطماطم الاول. فاحنا بنعمل ايه؟ بنشوح البسله الاول مع اللحمه والبصل بالشكل ده. هي كده بتقرب تدخل في السوى، يعني مده سواها بتبقى اسرع بالشكل ده. وما بحطش الجزر عشان ما يتهريش، الجزر ما بياخدش سوى، الجزر هيبقى في الاخر خالص. بصوا ازاي لمعت كلها ازاي؟ بحافظ على الخضار بتاعها، بحافظ على حبايه البسله تفضل منفوخه زي ما هي بالتشويح الاولاني ده. تبص تلاقي عندك البسله ان شاء الله استوت وزي العسل، ما خدتش وقت، وفي نفس الوقت لونها في الطبيخ مخضره ومنفوشه كده زي ما تكون لسه خضره وهي اصلا مستويه من جوه. كل ده بسبب ايه؟ بسبب التشويحه الاولانيه دي. خلاص كده شوحتها وخدت وقتها كويس قوي، ريحتها طالعه في منتهى الجمال
ما شاء الله عليها بجد، ريحة اللحمة مع البصل مع تشويح البسلة نفسه، بسيبها بصوا بتاخد وقتها والأصوات عمالة تعلى، كل ما الأصوات تعلى يعني مفيش رطوبة عندي جوه الحلة. فقلب تاني. حاضر يا جماعة، دقيقة واحدة، بصوا أول ما تلاقي الصوت عالي معاكي كده يبقى كده شكرا. أكمل بقى، أكمل بقى أعمل إيه؟ هاخد الجزر معاها تقليبة بس وانزل بالطماطم على طول. وكده البسله خدت وقت في خدت التشويحه دي، مش هتاخد وقت في السوى، هيبقى سواد سوى الجزر بس. بصوا شايفين البسله والجزر واللحمه منورين ازاي في قلب الحله، الله اكبر عليه. والجزر كمان اليومين دول مسكر. هنا بقى كده طالما حطيت الجزر مش هطول بقى، هروح نازله على طول بعصير الطماطم وناخد ام وعد. ام وعد اهلا وسهلا. هلا، عامله ايه؟ ازيك يا ام وعد؟ الحمد لله يا حبيبتي. الجزر خير. الجزر مش اللي مسكر يا شيف، هي انت اللي مسكره يا شيف. ربنا يخليك يا رب. ربنا يشفيك. الله يكرمك يا ام وعد، كده احرجتيني. لا والله انت زي العسل والله يا شيف هيلا، واحنا اول ما بنشوفك كده يومنا كده بيبقى ليه معنى. يا رب كده يا رب يبقى اليوم كله زي العسل. والله العظيم يا شيف هيلا، عايزه بس اطلب من حضرتك بس اسالك على حاجه. قولي لي يا حبيبتي. حضرتك عملت لنا قبل كده كريمه بديل كريمه الطهي، كانت جميله وتسلم ايدك. ماشي. ما ينفعش بقى في يوم تعمل لنا بديل كريمه الخفق؟ هينفع يعني في ليها بديل؟ نعملها طبعا، نعمل زيها بالظبط وتدي نفس النتيجه باذن الله. تسلم ايدك يا رب، وديمك في حياتنا على طول يا شيف هيلا. ربنا يخليكم كلكم ليا يا حبيبتي، وما تحرمش منكم، مع الف سلامه في رعايه الله. نشيل بس كل الحاجات اللي فضيت دي، حاسه ان انا عامله قلق حواليا، عشان دايما بقول لكم اهم من الشغل ايه؟ ايه يا استاذ احمد؟ صباح الخير يا استاذ احمد. مش تصبح عليا ولا عشان بعمل بسله بس؟ عشان بعمل بسله. ربنا يخليك يا رب. بصوا كده، ادي الصلصه، قصدي عصير الطماطم، وهزود السمك بتاع قوام البسله بتاعي بمعلقتين صلصه، سواء بقى عاملاها في البيت او عاملاها في البيت يعني عارفه اللي مش قادره انطقها واقول لك، او تجيبيها جاهزه، لا احنا عاملينها في البيت في منتهى الجمال. وهجيب شويه من شوربه اللحمه وهزودها معاها. قد ايه بقى شوربه اللحمه؟ الطعام لك بقى ايه الحله الجميله دي كده، شايفين ازاي؟ وهظبط بقى دلوقتي التوابل بتاعتها وملحها واسيبها تغلي غلوتين ونجرفها مع بعض. شايفين جمالها؟ بسم الله ما شاء الله عليها، ومش هتاخد وقت خالص. انا عندي البسله مع التشويحه الاولانيه دي تعتبر دخلت في السوى، وخصوصا اليومين دول. ادي الملح، وخلي بالك الشوربه بتاعه اللحمه اللي حطيناها فيها ملح، فمش هنزود. انا بحب ازود في الطبيخ الفلفل الاسود، بيدي طعم في منتهى الجمال. وكمان هنحط العشر بهارات او البهارات بتاعتنا اللي عملناها مع بعض بالشكل ده. واهم ما في الموضوع عندي نص معلقة سكر تخلي لي الطبيخ بتاعي غير ان هو مسكر ما يخليش فيه اي حمو او اي حاجة تضايق المعدة او القولون. بس كده، وهنغطي عليها ونسيبها تاخد غلوة على ما نشتغل في الرز. هي غلوة واحدة هتبقى الدنيا امان ان شاء الله. استاذة فتحية، يا استاذة فتحية اهلا وسهلا. استاذة فتحية مش سامعاني؟ الو، صباح الفل. يا صباح العسل. صباح الهنا على عيونك يا قلبي. إيه؟ صباح الفل، الحمد لله. انت عامله ايه يا حبيبتي؟ ازاي حبايبك عاملين ايه؟ بخير الحمد لله، كله تمام. تعيشي يا قلبي. دايما تعيشي يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا رب. دايما. صباحك زي العسل يا سيدي. صباح الفل يا حبيبتي. تعيشي يا قلبي، تعيشي، ما تحرمش منك يا رب ابدا. كده انا غطيت على البسله، هسيبها تاخد غلوتين زي ما اتفقنا. وخلاص حطيت التوابل بتاعتها، الاصل بتاعنا ملح وفلفل اسود وبهارات، اي بهارات موجوده عندك، ونص معلقه صغيره سكر، مهمه جدا جدا زي ما اتفقنا في اي صلصه بتتسبك، لاي نوع محشي، مكرونه، طبيخ، لازم نص معلقه سكر. اولا بتبرز لي طعم الخضار وطعم التوابل اللي انا حطاها، ثانيا بتعادل الحموضه بتاعه الطماطم، فما بتخليش فيه الحرقان او الحموض اللي بنحس بيه لما بناكل فيه حاجه مسبكه او حاجه فيها صلصه. فمهم جدا جدا نص معلقه صغيره سكر في اي طماطم. ابتدت تغلي معايا على طول، وحطيت الحله الثانيه اللي هعمل فيها الرز. نشتغل مع بعض.
ماشي، مقادير البيتزا لشيماء جاهزه، هننزلها لك يا شيمو حالا. الرز بقى زي ما اتفقنا، ادي معلقه سمنه كده وتسخن، وبعدين هروح نازله بالرز اشوحه. وزي ما اتفقنا الاصل في الرز عندي، الرز اللي بنعمله النهارده ده، انه هيتسقي باللبن والشوربه مع بعض، هيديكي رز فلاحي فيه طعم وخير زمان، وفي نفس الوقت مدي طعم السمنه البلدي على اصولها زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض ان شاء الله. ادي كده السمنه اهي ساحت، ننزل بالرز. بسم الله. لازم بقى ايه، نشوحه او نحوره بلغه الشيفات كويس قوي، بطلع الرطوبه اللي في الرز مطرح الغسيل، وده اساسي معانا. كل ما شوحتي الرز حورتيه كويس كده بالشكل ده، كل ما اداكي نتيجه احسن باذن الله. وانا بقى بحوره كده اروح حاطه شويه ملح عليه، اللي هو الملح الاساسي بتاع الرز معايا كده، يعني انا كده مش هحط له ملح تاني، هو كده زي الفل. نقلب. ام محمود صباح الفل. صباح الفل عليك. ازيك يا ام محمود، اخبارك ايه؟ بخير يا حبيبتي فضل، الحمد لله. انت عامله ايه، اخبارك ايه؟ بخير الحمد لله حبيبه قلبي. انا اول مره اعمل مداخله تليفونيه. يا حبيبتي شرفتيني ونورتيني، وانا اقول النور ده جاي منين يا ام محمود؟ يا رب يخليك يا رب. تعيش. بس عايزه من حضرتك تدعي لماما بالشفاء العاجل ان شاء الله. يا رب يا حبيبتي، ربنا يشفيها ويعافيها، يديها الصحه يا حبيبتي، ربنا يبارك لك فيها يا رب، اللهم امين. اللي كلمينا طمنينا عليها يا حبيبتي. بصوا خلاص لمع كله وابتدى ينشف، ابتدت الحله تنشف معايا. الرز اللي قدامكم في الحله ده 4 كوبايات رز، يبقى المفروض قدامه 4 كوبايات ميه او 4 كوبايات شوربه، هحط 3 بس والرابعه هتبقى لبن. بصوا ادي واحد، سامعين الصوت ده؟ كده انا ماشيه مظبوط ان شاء الله. ادي 3 كوبايات من شوربه اللحمه وعليهم كوبايه لبن، ودوقي احلى رز في الدنيا. على طول على طول هتعملوه كده. اي رز تعمليه في البيت عندك ضيفي كوبايه لبن معاه، وشوفي طعم السمنه هيبقى عامل ازاي. نقلب كويس، وتخيلوا ان كده الرز كمان خلص معانا، شايفين ميته عامله ازاي؟ طلع لك رز شاهق البياض، وفي نفس الوقت طعمه غني جدا كده اهو. بس ونغطي ونسيبه يتشرب، ونوطي عليه بعد كده عادي جدا. عندي ملحوظه مهمه جدا جدا يا جماعه على الرز، ما ابتديتش باللبن، لو نزلتي اللبن والحله سخنه والرز متشوح كويس سخن والحله ناشفه، على طول اللبن هينزل هيروح عامل لك وش تحت ويتحمر من تحت ويشيط، فاهميني؟ هيبقى بوظ لك الرز كله. يا تنزلي بالميه يا تنزلي بالشوربه. هتشتغلي بالشوربه، انزلي بالشوربه الاول. ما عندكيش شوربه هتنزلي بالميه، انزلي بالميه الاول. اللبن يبقى اخر حاجه. خلاص يا جماعه اتفقنا. شوفوا انا عماله اديكم كل صغيره وكبيره اهو، عشان تعملي النهارده شويه طبيخ كده حلوين، شويه رز تعمين، وتدعي لي دعوه حلوه من القلب ان شاء الله. عايزين بقى نشيل كل ده يا ام محمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا محمد؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا قمر، ازيك انت؟ بجد انا اول مره اكلمك وفرحانه قوي يعني. اهلا وسهلا بيكي، منوراني. ربنا يخليك يا رب. تعيشي يا ام محمد. لا شويه بسله الصراحه يعني جامدين. بصي لوز العنب، عارفه لوز العنب؟ ايوه فعلا والله بجد، تسلم ايدك. ان شاء الله اعمليها بالطريقه دي، واتصلي بيا قولي لي كلتي صوابعك ولا لا. ماشي. انا عايزاكي بس عايزه ابعت سلام لاولادي. محمد وسيف وحمزه، عايزاكي تسلمي عليهم. يا حبيبتي محمد وسيف وحمزه، صح؟ ربنا يخليهم لك يا رب. اشكرك يا ام محمد، شرفتيني يا حبيبه قلبي. خلاص هي فاضل لها، عارفين ان هي غلوه بس، سيكه بس، محتاجه غلوه واحده. ماشي يا استاذ احمد ولا ايه؟ ولا هتخلى بينا؟ النبي ما مطمنه لك، ما بنطمنش المخرج ابدا. المخرج دايما ملتزم بالمواعيد. تعالوا ندوق كده اخبار الملح ايه. بسم الله. عسل عسل عسل. لا لا لا، حلوه حلوه بجد، انا مبسوطه مني. ان شاء الله تعجبكم جدا الطريقه دي. قرن الفلفل عامل شغل معاها، تشويح البسله من الاول خالص، نص معلقه السكر الصغيره اللي اتحطت في الطبيخ برضو عامله شغل حلو قوي. نغطي عليها بس ونسيبها غلوه واحده وخلاص، ونغرف اكلنا
نبقى عملنا غدانا النهارده. تعالوا نشوف الرز اخباره ايه. بسم الله. بصوا شايفين اصلا الرز عمال يبيض ازاي، عمال يدي كده لون فاتح حلو مع لون الشوربه واللبن اللي اتحط فيه، والريحه اللي طالعه يا جماعه في منتهى الجمال، ريحه سمنه فلاحي اصلي. نوطي عليه، ما بنستناش لما يتشرب للاخر ونوطي عليه. اي حاجه فيها لبن لاحظي انها سهل جدا جدا انها تشيط من تحت. فانا كده يا دوبك اول ما الرز ابتدى يبان كده، ابتدى يشرب السوائل، بروح موطيه بقى شويه كده وسايباه يعيش مع نفسه. تاكلي احلى رز النهارده ان شاء الله. قولولي في حد معانا على التليفون؟ رشا. يا رشا. ايوه. ازيك يا استاذه رشا؟ ازيك يا شيف هاله؟ الحمد لله. شكلك اول مره تكلمينا يا رشروج. اول مره اتصل. حسيت بقلبك وهو بيدق يا رشا. انا بحبك قوي يا شيف. ربنا يخليكي يا رب. انت منين يا رشا قوليلي؟ انا من الفيوم. من الفيوم. سلميلي على كل اللي عندك يا حبيبتي. ولادي بيموتي فيكي. بوسي وجنى وسجى. بوسي وجنى ومين تاني؟ ماما. بوسي وجنى؟ ماما. وندى؟ سجى. شذا. شذا، ربنا يخليهم لك يا حبيبتي يا رب، وتشوفيهم كده احسن الناس في الدنيا يا رب. اللهم امين يا حبيبتي. شرفتيني يا ام ندى، شرفتيني. كده احنا خلاص خلصنا، ناقص بس ان احنا نغرف. ايه رايكم نحضر الاطباق بتاعتنا الحلوه اللي هنغرف فيها، ونحضر الطاسه اللي هعمل فيها طشه للبسله. لغايه هنا الدنيا امان وزي العسل. عايزه تزودي الطشه اللي انا هعملها زودي، عايزه تكتفي لغايه هنا، تقفي لغايه هنا وتغرفي البسله بتاعتك براحتك، بس الطشه دي عارفين بتودي البسله كده في حته تانيه خالص، يعني بتديها شمخه حلوه قوي. فهنجيب طاسه، قولوا لي مين معانا. ناخد الرز هنا دلوقتي بس يكمل سواه على نار هاديه. لا انا ما سمعتش كويس، معلش يا استاذ احمد. مها. يا مها. ايوه. صباح الفل يا صباح الخير. ازيك يا مها؟ صباح الهنا. صباح الفل. عامله ايه؟ صباح العسل يا مها. انا عامله لك مفاجاه عشان تبقي عارفه، يعني ان شاء الله باذن الله هتشرفينا يوم الخميس الجاي باذن الله. ما شاء الله ما شاء الله. ده انا سعيده جدا والله يا شيف هانا، سعيده قوي قوي عشان اشوفك ان شاء الله يا حبيبتي. منا وكنزه وكده يعني. هتشرفينا. ويلا بقى مستنيين طبق حلو كده من ايديكي باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي باذن الله. شكرا جدا. شرفتيني يا مها. شرفتيني يا حبيبتي. الله يخليك. مع الف سلامه. انا كده حاطه طاسه على النار، بس مش عارفه البوتاجاز علق ولا ايه. انت علقت؟ طيب خلينا نشتغل على النار هاديه وامرنا لله. يلا يا ابتسام. ابتسام اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي؟ كيف حالك؟ الحمد لله بخير. انا اول مره اكلمك. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيك يا حبيبتي. تعيش يا قمر. شرفتيني. انا معاك على طول والله، بعلق لك على طول، وانا يعني متشكرين على اللي بتعمليه كله والله. ربنا يخليكي، ده انا تحت امرك والله. الله يخليكي. دايما منوراني كده يا حبيبتي. يا ربنا يخليكي يا رب. تعيشي يا قلبي. تعيشي. بيك الصحه والعافيه تخليكي الاولاد. احلى دعوه في الدنيا، وما تحرمش من دعوتك ابدا يا رب. الله يخليكي. تعيشي يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا رب، ما تحرمش منك. قبل ما السمنه تسيح هنزل بمعلقه ثوم صغيره. بصوا لما لقيت الثوم كتير نزل خدت ايه، خدت منه تاني. انا عايزه معلقه صغيره بس، هتديني بقى شمخه حلوه كده للبسله. وليه نزلت بالثوم قبل ما السمنه تسيح كلها؟ مش عايزه الثوم اول ما ينزل يروح واخد لون على طول، انا عايزاه يبتدي كده ياخد مع السمنه واحده واحده، ومعاهم كمان الكزبره اهم. بس ونقلب. ماشي ماشي يا فندم. نقلب بقى التومه عشان نعمل الشمخه الحلوه للبسله، ان شاء الله هتعجبكم جدا. هتحسي كده ان البسله اللي كنا بنعملها قبل كده مش هي دي البسله، لكن البسله الشتوي الجميله هي الطريقه بتاعتنا والخطوات بتاعتنا النهارده ان شاء الله، تعجبكم باذن الله. جربي ومش هتندمي معايا، مش هتندمي ابدا باذن الله. واتمنى كل اللي يجرب حاجه من حاجاتنا يتصل بيا ويقول لي اخبارها ايه معايا، طمنوني كده. اللي عمل اي وصفه من الوصفات اللي عملناها مين قولوا لي؟ استاذه فاطمه. الو. ام فاطمه. ايوه. ازيك يا ام فاطمه؟ عامله ايه؟ كيف حالك؟ بخير بخير يا حبيبتي، فضل ونعمه. تعيشي كويسه؟ الحمد لله بخير يا ام فاطمه. انت عامله ايه؟ وزي فاطمه
الحمد لله بيسلم عليكي كتير. ربنا يخليها لك يا حبيبتي يا رب. تعيشي يا ام فاطمه. انا عايزه منك طلب. قولي لي طلب واحد يا ام فاطمه. ماشي الله يصلح حالك. معلش قولي لي يا حبيبتي تحت امرك. احنا انا لسه واخده اجازه وقت ولسه واخده بالي منك، انا عايزه المعجنات من ايدك كده تعملي لنا كده حلقه معجنات كده. طب قولي لي زي ايه في المعجنات؟ ايه اكتر حاجه جايه على بالك وانا تحت امرك؟ اللي هي القرص الناعمه اللي انت عملتيها قبل كده. القرص الناعمه ماشي. وايه كمان؟ اي حاجه من ايديك بتبقى حلوه. اي حاجه اي حاجه. حاضر اي حاجه. من عينيا والف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي يا رب. من عينيا. من عينيا يا ام فاطمه مع الف سلامه. شايفين التومه؟ التومه اهي ايه بتبتدي تاخد لون. خلي بالكم اللون ده ما يضحكش عليكم، انتوا عارفين اللون ده ايه؟ ده لون الكزبره مش لون التومه نفسها. الكزبره هي اللي بتدي اللون البني او الذهبي ده، فانت تهيألك ان التومه هي اللي اتحمرت، لكن دي الكزبره. بس شكرا ليها. تعالوا بقى هنا نشوف البسله غليت اهي زي ما اتفقنا. الله الله الله، هنعمل ايه بقى يا استاذ احمد؟ الحقنا يا استاذ احمد في الموضوع ده. بصوا بقى تقليبه جامده، وهاخد الطاسه في ايدي واروح طشاها على البسله، على حله البسله بتاعتنا دي. تقليبه كده الاول، اجيب القلب السخن قوي اللي تحت، وتعالوا معايا يلا بينا. بسم الله اهي كده، خدي شويه كده كمان. يا رب يا رب يا رب، كان نفسي الريحه اللي طالعه دي تكون واصله لكم وتاخد غلوه حلوه كده بالطشه. الله الله، شموا شموا روايح الشتاء. الف هنا وشفا لكل حبايبي، واغطي عليها على محضر اطباقي ونغرف على طول ان شاء الله. قولوا لي مين؟ ام مكه اهلا وسهلا حبيبتي. ازيك يا ستي؟ ازيك يا ام مكه؟ عامله ايه يا قلبي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبتي، انا متابعاكي من زمان والله. اهلا وسهلا بيكي، ويا رب دايما منوراني يا حبيبتي كده يا رب على طول. حبيبتي تسلمي لي يا رب. تعيشي يا حبيبتي والله، ربنا يخليكي. كان عندي سؤال صغير يا حبيبتي. قولي لي تحت امرك. تسلمي لي. بصي انا لما بعمل كريمه الزبده بتسكر مني، مع اني ببقى نخله يعني السكر جدا. بتسكر منك يعني ايه بتسكر منك؟ بحيث ان السكر بيرجع حبيبات. ليه انت ما بتحطيش السكر باودر؟ اه طبعا، بقول لك ببقى نخله جدا. طيب امال ايه؟ ازاي يعني الكلام ده؟ الزبده طيب بتبقى ساقعه ولا بدرجه حراره المطبخ؟ لا بتبقى درجه حراره المطبخ، وببقى يعني نخله الرز السكر كويس. طيب بصي اديها بس في الثلاجه ربع ساعه قبل ما تشتغلي فيها. ماشي؟ يعني كده هي لا ساقعه ولا بدرجه حراره المطبخ. ده بيدي نتيجة أحسن وأحسن إن شاء الله. وجربي كده وقولي لي يا حبيبتي بإذن الله. بصوا يا جماعة ده الرز بتاعنا، الرز الفلاحي. شايفين البياض بتاعه عامل إزاي؟ وطعمه بقى ما شاء الله عليه شاهي ما تتخيلوش، وريحته قد إيه. أنا حاطة بولة أهي في النص، وحطيت الرز حواليه عشان هشيل البولة دلوقتي وأغرف البسلة جوه الرز. إزاي الكلام ده؟ يعني إيه يعني تغرفي البسلة جوه الرز؟ يعني زي ما هنعمل كده دلوقتي. ما تستعجلوش، شيلوا الغطا وشم يا استاذ احمد، شم يا مخرجنا ريحه البسله. تقليبه كده، شايفين البسله استوت خلاص والجزر استوى والدنيا امان. بس ايه اللي حاصل عندي؟ شايفين البسله منوره ازاي؟ البسله خضرة زي ما هي، كل حبايه من حبات البسله منفوخه زي ما هي. الشكوى اللي دايما بتشتكوا منها، بصوا الخضار بتاعها مستويه وعسل عسل عسل اهي. تعالوا بقى نغرف يلا يلا بينا يا استاذ احمد. بسم الله بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. هغرف زي ما قلت لكم جوه الرز. دايما قلت لكم كده على طول تسموا عشان ربنا يبارك لنا في الحاجه، تبصوا تلاقوا اللقمه الصغيره كفت قد كده. بسم الله. شايفين بقى الجمال؟ اوعوا تنسوا الطشه، الطشه عملت شغل بقى مش قادره اقول لكم قد ايه يعني، الله اكبر عليها. واحط شويه صلصه كمان معاها بالشكل ده كده. شايفين ازاي؟ اهي. وناخد كده حته لحمه بقى كده على الوش. شايفين الطبق ده؟ يستاهل بقكم. نظبطه بالراحه خالص كده وخلاص، طبقنا جهز.
الطبق ده يا جدعان بتاعي، انتوا عارفين انا كل ما بغرف بحجز، ماشي؟ عشان تبقوا عارفين بس. ماشي يا استاذ احمد، عشان ايه ما نتخانقش. ده اول طبق معانا. تخيلي بقى الطبق الحلو ده تقدميه على سفرتك لاولادك ولجوزك، طبق يفتح النفس غير الطعم، سيبكم من الشكل بس، الطعم كمان ان شاء الله هيعجبكم جدا، والبسله هتحسي انها غير. يلا نقدم اول طبق معانا. ماشي، طب انا اغرف التاني. يلا، الف هنا وشفا. واضح كده ان انا الطبق ده مش هتهنى عليه من استاذ احمد عبد الحميد، يعني عمال يدلع الطبق بطريقه انا ابتديت اتوغوش منها، ابتديت اقلق يا استاذ احمد. ها، انا فاهمه حركات المخرجين دي. ما تقولش انا خلاص اكتشفت، انا فهمت. عيب عليك، انا بفهمها وهي طايره. بصوا كده، ما نشوف بقى هيدلع ده كمان ولا لا، ولا هو التاني اللي هو خلاص نمر عليه حطه في دماغه خلاص. ادي البسله، اي يعني عارفين حاجه اكله متعودين نعملها على طول، بس لما اجي اعملها بتكات جديده وبشكل جديد وطعم احلى، يعني عارفين الدنيا وما فيها، والله تسوى الدنيا وما فيها، تبقي استاذه البسله في البيت. نظبط الطبق ده ونقدمه اهو كده بهذا الشكل. ده اول طبق بسله معانا. ده انا هعمل لكم بقى دلوقتي ايه، الغدوه كامله متكامله. ما انت قعدت تدلع في طبقك وبعدين يقول لي الوقت خلص، خلاص خدوا بالكم بقى، مش انا بقول لكم حركات المخرجين دي انا عارفاها كويس. ماشي ماشي يا استاذ احمد، هو دلع في الطبق اللي هو حاطط عينه عليه، جيت انا بقى اغرف بقيه الاطباق يقول الوقت خلص، الوقت خلص. يا سلام يا سلام. ماشي كده اهو، هتحبي تاكليها بقى بالمعلقه كده اكل ان شاء الله بهذا الشكل. وبرده نفس الحكايه، نظبط الطبق. يلا بينا، ادي الطبق التاني. وعندي بقى هنا ايه، الطبق اللي بنقول عليه الطبق الفردي، اللي هو بنحط فيه بسله ورز مع بعض. دي بوله رز يا جماعه، اهي كنت حطاها في الطبق كافيه، بشيل كده البوله من عليها وبقدم الرز وبقدم جنبه البسله بتاعتنا بالشكل ده. هنا بقى هتشوفوا في الطبق ده شكل البسله على حق عامل ازاي. بصوا جمالها، شوفوا حلاوته يا ناس، صنعت ايدينا وحياه عينينا، سهله وبسيطه اهو كده. وعلشان الغدوه بتاعتي تكمل، عايزه اقدم شويه مخلل، وانا ما ينفعش اقدم الاكل الحلو ده من غير مخلل. شوفوا بقى انا عامله لكم ايه بقى، الدمار الشامل بقى، ترشي بلدي مشكل مع الاكله الحلوه دي يا استاذ احمد. وايه تاني، واللفت اللي احنا عملناه مع بعض، صنعت ايدينا اللفت يا جماعه، اللي قلت لكم قبل كده ما بحطش فيه بنجر، بنزل عليه ميه دافيه علشان يخرط ويديني اللون ده، ده اللون اللي اتفقنا عليه قبل كده، لون اللفت البامبا الجميل الطبيعي اللي زي اللي بنشتريه من بره، مش اللون المحمر بتاع البنجر لا. وده القنبله المخلل بتاعنا، ادي كده اللفت اهو، وادي الطبق ده كمان. يلا بينا، ادي المخلل وادي الطبق. كده بقى عيش يا استاذ احمد مع وجبتنا الحلوه النهارده اللي قدمناها، عملنا البسله الشتويه اللي انسب وقت ليها زي ما قلت لكم في شهر 12 وشهر 1 كمان بالاخص، اول ما تلاقوا المطر نزلت جامد كده تعرفوا ان كل خضار الشتاء دلوقتي معسل بمعنى كلمه معسل. عملنا البسله باللحمه، وعملنا كمان الرز الابيض اللي مدي طعم السمنه البلدي وهو ما فيهوش طعم سمنه بلدي، وعملنا كمان وقدمنا ترشي البلدي بالميه بتاعته الحلوه، ميه السكالانس اللي بتفتح النفس، وقدمنا كمان اللفت اللي احنا مخللينه على ايدينا. يا رب النهارده الغدوه تكون عجبتكم،
وتنال اعجابكم وفتحت نفسكم واغرتكم ان انتوا تقوموا تعملوها دلوقتي على طول. دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل صغير بس على قناه الراديو.